احنا كل يوم الحقيقه هنبقى مع حضراتكم، بدانا من امبارح نحط سؤال لحضراتكم بتوجهوه فيما يتعلق بكورونا او الاعراض او ما الى ذلك، واحنا بنعرضها على الاطباء. وامبارح كان معانا دكتور عبد الهادي مصباح، وان شاء الله برضو يكون معانا بعد شويه. ولكن الاسئله دايما بتقول ايه هي الاعراض الخاصه بكورونا وازاي اميزها عن البرد العادي. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الحقيقه تابع لمجلس الوزراء، وحضراتكم شايفين ان هذه المؤسسات ان في الظرف ده بان اهميه هذه المؤسسات ومدى احترافيتها في الشغل. عملت الحقيقة مجموعة من الخطوات كده عشان تقول ايه هي الاعراض الخاصة بكورونا، وكل عرض من الاعراض احتمالية ظهوره قد ايه. طبعا ده السؤال اسأل عن فيروس كورونا، وبرنامج من مصر يجيب عن طريق طبعا الاطباء اللي هيكونوا معانا، وبعد شوية هنستعرض اجابات حضراتكم اللي على الموقع او على الصفحة. ولكن خلونا نشوف الحقيقة الاحصائية اللي مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء اعدها لحضراتكم. يعني الحمى نسبتها قد ايه من الحالات المصابة، ضيق التنفس، الكحة، ما الى ذلك. تعالوا نشوف الحقيقة المعلومات دي كلها، ونشوف كمان فريق البرنامج الحقيقة صغها في شكل كده اخراجي لطيف جدا لحضراتكم.